السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المعلوم كما قلنا من قبل أن هناك قسمين أو جماعتين، جماعة تؤمن بوجود خالق لهذا الكون، وجماعة أخرى تقول لا يوجد خالق. فسنبدأ إن شاء الله التحقق والتدقيق في كل زعم من تلك الجماعتين والأدلة العلمية التي تقول يوجد خالق لهذا الكون، والأدلة العلمية المزعومة للجماعة التي تقول لا يوجد خالق. طبعا قبل الحديث عن الأدلة العلمية يجب أن نعلم ما هو المنهج العلمي الذي يتبع. من المعلوم أن الإنسان له حواس محدودة، وهذه الحواس المحدودة مثل البصر والسمع والإحساس، الحواس الخمسة. فالطريقة الوحيدة لدى هذا الإنسان المحدود ذو العقل المحدود هو المنهج العلمي المحدود. فالطريقة العلمية كما هو مبين في الشاشة صفحة الموسوعة الحرة، منهج علمي، الطريقة العلمية أو المنهج العلمي أو الثقافة العلمية عبارة عن مجموعة من التقنيات والطرق المصممة لفحص الظواهر والمعارف المكتشفة أو المراقبة حديثا أو لتصحيح وتكميل معلومات أو نظريات قديمة. طبعا الطريقة العلمية تعتمد على علم المنطق أيضا، الاستنتاج أو ما يسمى في اللغة الإنجليزية extrapolation، يعني استنباط استنتاج. إذا هذا الإنسان المحدود ذو العقل المحدود ذو الحواس المحدودة ذو المنهج العلمي المحدود، وسنتحدث عن حدود المنهج العلمي أنه له حدود. لماذا الحديث عن حدود الإنسان وحدود المنهج العلمي؟ مثلا كل جهاز له محدودية. مثلا جهاز التلفون هو محدود، هو مصمم لكي يتم الاتصال. لو قال لك أحد افحص لي الدم بواسطة جهاز التلفون، ستقول له لا يصلح، لأن هذا الجهاز مصمم للاتصال والاستقبال الاتصال. إذا البحث في المحدودية، محدودية البصر. مثلا الإنسان يرى الضوء المرئي من 400 نانومتر إلى 700 نانومتر، أقل من هيك لا يراه، أعلى من هيك لا يراه طول الموجي، فهذا محدودية البصر. وكذلك السمع له محدودية، وكذلك الطريقة العلمية لها حدود. فمثلا نحن لحد الآن لم نستطيع أن ندخل في داخل الفراغ الكمي في الذرة. نحن نرى الذرة، يعني عدة ذرات قد تكون متلاصقة بواسطة الإلكترون مايكروسكوب، ولكن لا نستطيع، نحن لحد الآن البشرية لم تستطع أن تدخل في الفراغ الكمي بين الإلكترون وبين البروتون أو بين الأب كوركس والداون كوركس، لأنه إحنا عندنا محدودية هنا، محدودية في الميكروسكوب. ليس لدينا مايكروسكوب قادر أنه يدخل ويعمل زوم أكثر مثلا من
2500 أو 3000 إكس، فهذه محدودية. كذلك نحن محدودين في السرعة، يعني مثلا لم يستطع أحد من البشر الانتقال بسرعة الضوء اللي هي 300,000 كيلو متر في الثانية، وهذه محدودية. فنحن البشر مرتبطون بحدود، سواء من الجانب الحواس أو من جانب الطريقة العلمية. لماذا الحديث عن هذا؟ لأن القرآن الكريم تحدث عن عالم الشهادة اللي يمكن بالطريقة العلمية أن تستقبل الكون، وتحدث أيضا عن عالم الغيب اللي حتى الطريقة العلمية لا تستطيع أن تصل لعالم الغيب. فعندما يأتي القرآن الكريم مثلا ويحدثنا عن أعمدة السماء، لا ننكرها. لماذا لا ننكرها؟ لأن ما لدينا نحن من علم لا يستطيع أصلا أن يثبت أو ينفي هذه الأعمدة، لأن ما لدينا من علم ومن طريقة علمية محدودة. فعدم قدرتنا على رؤية الشيء لا يعني أنه ليس موجود، عدم المقدرة على رؤية الشيء لا يعني أنه ليس موجود، إلا أنه تم إثبات الأعمدة عن طريق المعادلات، معادلات النظرية النسبية العامة لأينشتاين، اللي هو ما يسمى بالنسيج الكوني للزمكان يعني. ولكن تم إثبات ذلك عن طريق المؤثر، يعني عن طريق ما يسمى بتعدد الجاذبية. يعني هذا عند حدود الطريقة العلمية. فمهم جدا أن نعلم محدوديتنا كبشر، كالإنس والجن، محدوديتنا أنه لنا حدود. وتحدث القرآن عن هذا عندما قال: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. لأنه أصلا إحنا ما عندنا الطاقة في هذا الكون، لا يوجد طاقة قادرة أنها تنقلنا من سماء إلى سماء. وحتى لو وجدت هذه الطاقة، الأبواب مغلقة، كما ذكر القرآن الكريم: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. أبواب السماء إذا مغلقة، ما دام قال لا تفتح لهم، إذا الأبواب مغلقة، النفاذ من سماء إلى سماء الأبواب مغلقة، يتم فتحها لمن أراد الله سبحانه وتعالى. وهذا ما حدث لمحمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. قال له: من معك؟ قال محمد. قال: أبعث له اللي على الباب؟ قال: لسيدنا جبريل عليه السلام. قال: نعم. فتم فتح الباب لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن نحن طبعا الموضوع متشعب وكبير، ولماذا الحديث عن هذا؟ لأن من لا يؤمنون بوجود خالق يقول لك: يا أخي أنا ما شفت ربنا. طيب يا أخي أنت ما شفته، يعني هو غير موجود؟ عدم مقدرتك على رؤية الشيء هل يلغي وجود الشيء؟ أنت لم ترى الكريات الدم البيضاء في دمك، أنت لم ترى موجات الصوت، أنت لم ترى الموجات تحت الحمراء التي تتحكم بالتلفزيون في ريموت كنترول، هل هذا يعني أنها غير موجودة؟ لا. فلا تقل لي أنا لم أرى،
لأنك أنت أيها الإنسان، لأنك أنت أيها الإنسان محدود البصر، محدود السمع، محدود العلم. من هنا يأتي أهمية الحديث عن محدودية المنهج العلمي، The limitation of the scientific method. نتحدث عن المنهج العلمي وخطوات المنهج العلمي ومحدودية المنهج العلمي. نريد أن نعلم محدودية هذه الآلة. هل تستطيع هذه الآلة أن تخبرنا بماذا؟ فمعرفة محدودية المنهج العلمي ومحدودية الإنسان سواء البصر، السمع، الإحساس، مهم جدا في إطلاق الأحكام على أي نقطة. فكما ترى في الشاشة هنا، طبعا أنا سأخذ هذه الصورة تبين إن شاء الله خطوات المنهج العلمي. يقول لك هنا ماذا؟ أول شيء make observation، make observation يعني تقوم بالرصد، في عملية الرصد ترصد الظاهرة الكونية. اوكي، بعد ما تعمل بعد ما ترصد، think of interesting question، اطرح الأسئلة. وهذا ما يسمى بالتفكير النقدي، وهذا قد حث عليه القرآن في آيات كثيرة، عندما قال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ما صفاتهم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. انظر، عندما تفكروا في خلق السماوات والأرض وصلوا إلى نتيجة منطقية عقلية، ربنا ما خلقت هذا، ما هذا اللي كانوا يتفكروا فيه، باطلا سبحانك نزهوه عن أي نقص. لماذا؟ لأنه قالوا من يمتلك هذه الآثار للعلم وهذه الآثار للقدرة في هذا الكون وهذه الآثار لبعض أسمائه الحسنى وبعض آثار صفاته العلى ينزه عن أي نقص، سبحانك فقنا عذاب النار. وعلموا أن هذا لم يخلق عبثا لأنه الحكيم سبحانه وتعالى، فقنا عذاب النار. Make observation، نقوم بالمشاهدة الكونية أولا. طبعا معناته مدام make observation كما هو مبين في الشكل، يعني نقوم بالمشاهدة الكونية، معناته هذا مرتبط بالبصر، بصر الإنسان. طيب إذا كان بصر الإنسان أصلا محدود، بصر الإنسان محدود من الناحية الفسيولوجية، لا يرى أعلى من أعلى من 700 نانومتر طول موجي، ولا يرى أقل من 200 نانومتر طول موجي. فإذا نحن هنا نتحدث عن العالم المشهود، أما عالم الغيب لا، عالم الغيب هذا ليس للطريقة العلمية ولا للإنسان المحدود أن ينفي، أو يعني ينفي هذا، إنما يثبت، لأن القرآن الكريم أثبته، ولأن الطريقة العلمية أثبتت العالم المشهود اللي ربنا جعله دليل على عالم الغيب. يعني مثلا في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، البعث غيب، لم يرى أحد البعث، ما الدليل يا ربي على البعث؟ فإنا خلقناكم. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. إذن القرآن استشهد
بعالم الشهادة اللي هو تحت مظلة الطريقة العلمية، عالم الشهادة استشهد بعالم الشهادة على عالم الغيب، أنه من خلق هذا العالم الشهادة قادر على أنه يحيي العظام وهي رميم. فإذا يجب أن نميز بين عالم الشهادة وعالم الغيب ومحدودية الإنسان وحواس الإنسان ومحدودية الطريقة العلمية المتبعة عند البشر. أن هاي الطريقة العلمية هي جميلة، تستطيع تخبرنا أمور كثيرة، لكن لها محدودية أيضا. يعني الطريقة العلمية لا تخبرنا بكل شيء، لا، هي أفضل طريقة لدينا نحن البشر، ولكن هي محدودة، هي محدودة في النهاية، هي محدودة. وهنا يجب أن نميز بين عالم الغيب وعالم الشهادة، وأين نقف نحن في النقطة اللي بنبحث فيها. يعني مثلا يجي واحد يقول لي هل تستطيع أن تثبت الجن بالطريقة العلمية التجريبية؟ أقول له لا، لأن الطريقة العلمية التجريبية أصلا مش هذا هو وظيفتها. زي لما واحد يقول لي هل تستطيع أن تثبت يوجد بترول باستخدام السلفون؟ أقول له لا، لأنه التلفون هذا مش وظيفته يكشف البترول. نفس الشيء الطريقة العلمية التجريبية مش وظيفتها أنها تخوض في عالم الغيب. فجزاكم الله خيرا. إذا حبيتوا الفيديو اعملوا لنا لايك، اعملوا لنا سبسكرايب تو ذا شانل ألادن حفظ الله شانل. جزاكم الله خيرا. لا تنسونا من صالح دعائكم. السلام عليكم.